طيب هنكمل بقى. مبدئيا لو جينا نفتكر كده من المره اللي فاتت ايه اللي احنا كنا عملناه بسرعه، هتلاقي حاجات بسيطه جدا اللي هي ايه. عملنا الاول انستوليشن لفي ام وير ورك ستيشن، خلاص، او سطبنا ريد هات ورك ستيشن بمعنى ادق. وقلنا الورك ستيشن دي محتاجينها عشان الفينسنج، وبعد كده فوق الورك ستيشن دي سطبنا جواها، خلاص، يعني اشتغلنا فيرتشوال ان فيرتشوال لاربعه فيرتشوال ماشينز كمان. كنا عملنا ماستر ماشين عشان بعد كده في اي وقت لو حبينا نعمل ريبليس لسيرفر او اد لسيرفر ما نقعدش نعمل انستوليشن من اول وجديد، خلاص. ده اول سبب. السبب الثاني ان انا وانا شغال ببدا اعودك كده واحده واحده ان تكون الدنيا عندك يونيك. يعني ايه يونيك؟ بص، عود نفسك في اي انفايرمنت محترمه وانت شغال عادي جدا، بتلاقي الدنيا كلها يونيفايد. يعني ولو افترضت ان انت عندك 300 سيرفر مثلا او 300 فيرتشوال سيرفر، خلاص، ال 300 فيرتشوال سيرفر دول يا سيدي وليكن موجودين على 30 فيزيكال سيرفر، خلاص، وكله عباره عن فيرتشوال سيرفرز والدنيا تمام وكل حاجه تمام معاك، مفيش اي مشاكل، شايف الدنيا سهله وكل حاجه تمام. بس هي المشكله في حاجه واحده بس، انت محتاج تعمل مينتيننس لل 300 سيرفر دول، 300 فيرتشوال سيرفر زائد ال 30 فيزيكال هوست. ايه الاحسن بالنسبه لك وانت مهندس محترم كده او انت سيستم ادمن محترم؟ هل الاسهل لك تكون الدنيا كلها شبه بعض، ولا كل سيرفر يكون بسيتنج مختلفه عن التاني؟ يعني واحد مش عارف راماته ايه، واحد بروسيسور بتاعه ايه، واحد مش عارف شكل البارتيشننج بتاعه شكله عامل ازاي، واحد شكل الباكجز عامله ازاي. ايه الاسهل لك، تبقى الدنيا شبه بعض، ولا يبقى كل سيرفر فيهم يعني شكله بالنسبة لك مختلف عن التاني؟ والله الناس المحترمة أو في الطبيعي الناس كلها بتخلي كله زي بعضه، خلاص، بس والموضوع منتهي على كده. ليه؟ ده هيقلل معاك حاجات كتيرة قوي في الشغل، زي المينتيننس تايم مثلا، زي ان انت عايز تعمل سكريبت وترنها وعايز تشوف السكريبت دي، او انت بتكتب السكريبت دي عايز تقلل الوقت بتاعها. هل هتقعد تعمل لي سكريبت تشتغل على ال في ام بتاع السيرفر اكس غير السكريبت اللي تشتغل على ال في ام بتاع السيرفر واي، ولا السكريبت اللي تشتغل مع الباكجز اللي على السيرفر اكس غير اللي موجوده على السيرفر واي؟ فانت بتلاقي الدنيا صعبه معاك. فانا ايه اللي عملته بكل بساطه؟ ده انا عملت مكنه واحده وخدت منها كلونز، او خدت منها نسخ تانية كده صغيره ابدا اشتغل معاها عشان نفس الباكجز اللي موجوده على كل الماشينز تكون شبه بعض، كل البارتيشن يكون شبه بعض، بحس ان انا في المستقبل ايه يبقى الشغل بتاعي كله يونيك بدل ما اقعد اعذب نفسي. ماشي، دول السببين الرئيسيين يعني. طيب فتعالى بقى ايه، تعالى نبدا نكمل الايه الشغل بتاعنا. لو حد فيكم فاكر كمان ان احنا كنا عملنا حاجات بسيطه خالص عشان نشغل الكي في ام، حد فاكر كمان كانت حاجات ايه اللي احنا عملناها؟ ها، احنا عملنا نستد فيرشواليزيشن، او عملنا فيرشوال ان فيرشوال، ده احنا عملناه مفيش مشاكل. عملنا ايه كمان؟ كنا عملنا سيت اب للاس اس اتش عشان نقدر نعمل، عشان نقدر نشتغل على طول بدل ما يسالنا على يوزر نيم وباسورد، صح؟ عشان نشغل كي في ام عندنا كده بسرعه. لو انتوا فاكرين لما كنا عملنا سيشن عن النتوركينج في ريل 7 وكنا عملنا فيها ازاي نعمل بريدج، صح؟ وعملناه من الكوماند لاين حتى بالاماره، كان محمد ماهر كان وشه وحش علينا جدا واول مره تحصل والكوماند لاين يعني ما يشتغلش، واضطرينا نعمل ريستارت للسيرفر، ودي تقريبا اول مره تقابلني حاجه زي كده من يوم ما شفت ريد هات 7 ده، صح؟ فاكرين لما قلت له انت نحس كمان؟ فدي كمان كنا عملناها. فاحنا عدينا بسرعه على البريدجز، لو حد فيكم فاكر البريدجز اتكلمنا عليها بسرعه كده وايه، وعملنا بريدج واشتغلنا عليه والبريدج اشتغل معانا من غير اي مشاكل. طيب ايه تاني عملناه؟ عملنا حاجه تانية؟ حد يفكرني كده بسرعه، حد فاكر؟ ايه كونف اف اس ده؟ عملنا ريبوزيتري، الله يفتح عليك، صح، عملنا ريبوزيتري، صح. ولما جينا اتكلمنا على الريبوزيتري دي قلت لك خليك فاكر،
لما نبهت عليك قلت لك خليك فاكر ان انت لما بتعمل داونلود للاسطوانه بتاعه سنتوس او بتاعه ريد هات، بتاعه ريد هات تحديدا، وبتعمل لها داونلود، فانت بتلاقي عندك في ريبوزيتري كبيره فيها معظم الباكجز بتاع الاوبريتنج سيستم، وفي عندك اتنين ريبوزيتريز مش معمل له او موجودين اصلا على الاسطوانه، بس موجودين لوحدهم اللي هم الادونز. الادونز او الاضافات زي الهاي افيلابيليتي وزي الريزيليانت ستورج موجودين عندك. خلاص خليك فاكر قلت لك على الحكايه دي المره اللي فاتت، بس يعني وذكر يعني بنفكركم بس. طيب فانت لو انت شغال في البيت معانا ولو انت متابع وبتعمل اللي احنا بنعمله، فانت عشان تسطب الباكجز بتاع الكلاستر لازم تانيبل الريبوزيتوري بتاعه الايه الكلاسترز دي، خلاص، اللي هي موجوده في فولدر اللي اسمه ادونز لو انتوا فاكرين. طيب كلام جميل، تقريبا كده تقريبا ده كل اللي احنا عملناه المره اللي فاتت بشكل عملي، كلمتين ورد غضبهم في ثواني على السريع، ما عملناش اي حاجه كبيره قوي زي ما انتم متخيلين، وكان الموضوع بسيط وسهل والدنيا سلسه وزي الفل. النهارده يا سيدي هنتكلم مع بعض بقى، او مش هنتكلم، هنخش بقى في الكلاستر على طول، هنخش في الكلاستر على طول، ماشي كده؟ طيب كلام جميل، هنخش في الكلاستر. التاسكس اللي موجوده عندنا النهارده بسيطه جدا وسهله. ازاي يا عم؟ التاسكس اللي موجوده عندنا ازاي اقوم الكلاستر مبدئيا، خلاص ده اول حاجه. هنسيت اب كلاستر صغير، الكلاستر ده بيتكون من 3 نودز او 4 نودز اللي احنا كنا عملناهم، وبعد كده هنبدا نشوف الايه الستاتس بتاعه الكلاستر دول. بعد كده هنخش نتكلم عن الفينسينج، بعد كده هنعمل فينسينج كمان فعليا، وهنشتغل مع الفينسينج مع كي في ام، عشان كده كنا عملنا ورك ستيشن ماشين. خلاص فاحنا دورنا ايه النهارده؟ دورنا ان احنا نسطب الكلاستر ونايه ونبدا نشتغل معاه. طيب حلو، تعال كده بقى الريموت ديسكتوب كده على الماشينز اللي موجوده عندي. طبعا ده الجهاز اللي بلطجنا وخدناه عشان نشتغل عليه. تعال نقفل كل حاجه لو في اي حاجه شغاله هنا كده بدل ما نتعذب جنبه. وتعالى نفتح في ام ورك ستيشن كده عليه. ربنا كرم اهون. صح، دي كانت الكلاستر ورك ستيشن بتاعتي. تعال نعمل لها ريسيوم كده. طيب على المكنه تفتح، عايز اقول لك بس على معلومه صغيره جدا واحنا شغالين كده معانا. بص يا سيدي، لو انت شغال مع الكلاسترنج مع ريد هات او سنتوس، ف الماكسيمم نمبر اوف سبورتد نودز، يعني ايه؟ يعني اقصى عدد من الكلاستر نودز، اقصى عدد من الكلاستر نودز. ايه الكلاستر نودز دي؟ الكلاستر نود اللي هي كل ماشين موجوده في الكلاستر، صح؟ الكلاستر نودز كل نود منهم، كل مكنه اسمها نود، خلاص كده، كل مكنه في الكلاستر اسمها نود. اكبر عدد من النودز سبورتد باي ريد هات هم 16 نود، ماشي كده؟ يعني لو عندك كلاستر ما ينفعش يكون فيه اكتر من 16 نود عندنا واحنا شغالين، دي اول حاجه. طيب ايه كمان؟ عادة واحنا شغالين في سيت ابس، السيت ابس العادية بتاع الكلاستر، السيت ابس العادية بتاعة الكلاستر، اما هو سنتوس معتمد على ريد هات، بس هو اصلا سنتوس مالوش سبورت، سنتوس مالوش سبورت. طيب نرجع تاني لموضوعنا.
عادة انت شغال مع الكلاستر، ايه اللي بيبقى عندك يا سيدي؟ بتلاقي عندك مثلا عندك الكلاستر نودز بتوعك عددهم 3 او 4 او 5 وهكذا، خلاص عادة بيكون 4 وانت طالع ماشي. طيب وليه الحكاية دي؟ ليه الحكاية دي؟ عشان في حاجة اسمها الكورم، هنتكلم عنها برضو احتمال كبير جدا النهاردة، هنتكلم عنها بالتفصيل وازاي الكورم ده بيتحسب خلاص، وازاي اعدل الفاليوز بتاعتي عشان اسبورت كلاستر سيت ابس معينه. طيب مبدئيا، مبدئيا بس في ناس بيبقى الدنيا عندهم او يعني مش الدنيا، بتلاقي الانفراستراكشر بتاعتهم مش مستحمله ان يكون كل كلاستر عندك، واحد عنده مثلا في الشغل 3 4 كلاسترز، كلاستر الاف تي بي وكلاستر تاني للويب سيرفرز ومش عارفه كلاستر مش عارف للداتابيز وهكذا، فانت بتلاقي السيت ابس اللي عنده ما تستحملش ان يكون عنده 4 ماشينز ولا 5 ماشينز لكل كلاستر خلاص. فبيعمل ايه؟ بيجي يعمل كلاستر كده على 2 نودز بس، او بيشغل الكلاستر بتاعه على 2 نودز. في حالة خليك فاكر الحكاية دي، لو انت عندك الكلاستر بتاعك على 2 نودز بس مش كده، فانت لو انت بتتكلم على انت عايز ريد هات سبورت وكلام من ده، فانت لازم تراجع مع ريد هات نفسها تقول لهم ده الكلاستر سيت اب بتاعي ودي الانفايرومنت، اعمل الكلام ده ولا لا. وهيتخش معاك تكنيكال تيم بقى، هيطلع لك كده اركتكت، هيطلع لك ريد هات اركتكت كده يقول لك هل الكلام ده سبورتد ولا لا ماشي. يعني لازم تفتح سبورت كيس مع ريد هات بكل بساطه ماشي، خليك فاكر الحكايه دي بس عشان ما ننساش واحنا ماشيين ماشي كده. ايوه عندهم بروس على الموقع بتاعهم فعلا. طيب تعالى كده يا ريس، ايه نبدا نشتغل بقى. الحمد لله ربنا كرمها وقامت اهي. ده شيء ممتاز. تعالى نقفل فيرتشوال ماشين مانجر ده. ماشي تعالى كده احنا شغالين كنترول دي هنا. حلو، انا هخلي عندي تيرمينال لورك ستيشن واربعه تيرمينالز تانيين. هاجي هنا كده اقول له اس اس اتش لنود A اس يو تمام. ممتاز. ودي الماشين الرابعة، دي نوت سي اهي. ودي نود دي، دي حاجة ممتازة جدا. أنا عملت لوجن على عندي تيرمينال مفتوح. دايما وأنت شغال بقى كده وأنت بتسيت اب الكلاستر تحديدا، وأنت بتسيت اب الكلاستر خلي عندك تيرمينال مفتوح على الورك ستيشن نفسها أو على السيرفر اللي عليه الكلاستر ماشينز، وسيشنز تانية كل واحدة على نودز أو نود من النودز اللي موجودة عندك خلاص. طيب كلام جميل. طيب رينيم تابس يا باشا اهي، والله اتعمل لها رينيم اوتوماتيك لوحدها، نود A نود B نود C نود D، مش محتاجة رينيم اي حاجة خلاص، اعتقد ان هي باينة عندك يعني. طيب المرة اللي فاتت لو حد فيكم فاكر كده، احنا كنا عملنا سيت اب للكلاستر صح؟ كنا عملنا انستول 2 باكجز، واحدة اسمها بي سي اس اللي هي البيس ميكر، والتانية كان اسمها فينس ايجنتس اول. فينس ايجنتس اول دول او فينس ايجنتس اول دي بتعمل لك ايه؟ بتنستول لك الايجنتس بتاعت الفينسنج
اللي موجوده عندك. طيب كلام جميل، تعال نستول كده بقى ايه، او ده مش بلاش، تعال نستول، تعال نسيت اب الكلاستر نفسه ايه ونشتغل عندنا. اول حاجه عندك البيس ميكر سيرفيس لازم تشغلها على كل النودز. البيس ميكر سيرفيس لازم تشغلها على كل النودز. فتعال نعمل الكلام ده كده، ممكن اقول له كده سيستم كنترول الاول ستارت بي سي اس دي البيس ميكر ديمون او البيس ميكر سيرفيس. خلاص بي سي اس اللي هو البيس ميكر سيرفيس اللي موجوده عندك. طيب نفس الحكايه سيستم كنترول ستارت بي سي اس ديمون. بالمناسبه كمان بعد ما تعمل لها ستارت اتاكد ان هي هتقوم كل مره والجهاز بيعمل بوت، فانت محتاج برضو تعمل كده سيستم كنترول انيبل بي سي اس ديمون. نفس الحكايه سيستم كنترول لسبب ما الكونكشن بتاعي فصل على ورك ستيشن شغاله. طيب تعال كده اشوف الاي بي عندي ايه. طيب بينج كده 192.168.1.1. حلو انا ببنج جيت واي عادي، بنج 192.168.128 وبنج نفسه. طيب كلام جميل. طب بنج 130 كده. حلو الحمد لله ان المشكله دي حصلت واحنا شغالين. هكلمك اهو اقول لك ايه البيس ميكر ده، هقول لك اهو دي السيرفيس بتاعت الكلاستر، السيرفيس المسؤوله عن الكلاستر. بس انا حصلت معايا حاجه والحمد لله ان هي حصلت واحنا شغالين. ايه الحاجه اللي حصلت دي؟ وانت شغال في وسط ما انت شغال مع الكلاستر الدنيا كلها وقفت وما عادش فيه كونكتيفيتي. حد عارف ليه؟ ها حد خد باله ايه اللي حصل؟ ها بسرعه بسرعه حد يفكر. انا شغال مع الكلاستر وكنت كونكتد والدنيا تمام وهوب الدنيا فصلت. حد فيكم المره اللي فاتت فاكر؟ حد فيكم فاكر؟ لا مش فاير وول، انا كنت لسه كونكتد حالا، انا كنت لسه كونكتد حالا. البريدج شغال، انا بقدر ابنج الجيت واي من ماشين، انا كنت لسه على ورك ستيشن. لو حد فيكم فاكر كويس جدا، احنا المره اللي فاتت لما عملنا انستول الماشينز ما عملناش assign لstatic IP addresses على كل نود من نودز بتاعت الكلاستر، صح؟ حاجة مهمة جدا لما يكون عندك كلاستر ما تسيبش حاجة للظروف، وده حاجة مهمة جدا جدا عندك وانت شغال. خلاص فانت بما ان عندك كلاستر نودز لازم تدي static IP addresses لكل كلاستر نود موجودة عندك. ايوه اللي حصل ان المره اللي فاتت الدي اتش بي سيرفر بتاعي كان مدي اي بي ادريسز لكل نود موجوده عندي. طب ايه اللي حصل المره دي؟ الماشين زقامت والدنيا اشتغلت، جه الدي اتش بي راح مدي اي بي ادريس الثانيه لمين؟ للنودز. فايه اللي حصل؟ مع السلامه يا ريس، انت كده النودز الاي بي ادريس بتاعها اتغير وبقى ايه الهوست ان ريتشابل عندك. كل النودز تقريبا كده بخ مع السلامه، كل نود خدت اي بي ادرس مختلف. فانت المفروض قبل ما تبدا سيت اب الكلاستر، قبل ما تبدا سيت اب الكلاستر المفروض تعمل ايه؟ تروح على كل نود تديها اي بي ادرس. طيب حلو جدا، تعال كده نفتح فيرت مانجر هنا، تعال نمسكهم كده واحده واحده. تعالى يا سيدي افتح ده. الماشين دي لو انت فاكر بص كده الاي بي بتاعها كان كام؟ كان 130. بص لي كده دلوقتي، ان ام سي ال اي كونكشن، الاول تعمل لوج اوت روت
عشان الباش كومبليشن باكج اللي استطعت تبدا تشتغل معايا بدل ما اعذب نفسي. ان ام سي ال اي كونكشن موديفاي ايثرنت 0 اي بي في 4 دوت ميثود. الميثودز اللي سبورتد عندي ايه؟ بص عندك شويه ميثودز كده سبورتد زي مانيوال خلاص، وهقول له اوتو كونكت ماشي اي بي في 4 دوت ادرس 192.168.188.130 ده كان على النود A سلاش 24 IPv4 دوت ادرس. طبعا هي مش ظاهرة عندكم، تعالى كده نبينها. IPv4 مش ادرس بقى، خليها دوت gateway 192.168 188.2. ايه تاني ممكن نضيفه هنا؟ اعتقد ان كده كفايه جدا. خلاص ان ام سي ال اي كونكشن داون ايثرنت 0 وبعد كده ان ام سي ال اي كونكشن اب لايثرنت 0 بينج 192.168.188.2 برضو. طيب تعالى لي هنا كده سيستم مانجر دوت سيرفيس ماشي. اقفل دي كده، روح على نوت بي ان ام سي ال اي كونكشن موديفاي ايثرنت 0 اي بي في 4 دوت ادرس 192.168.188.131/24 اي بي في 4 دوت جيت واي 192.168.188.2 ان ام سي ال اي كونكشن داون ايثرنت 0 وبعد كده كونكشن اب مره ثانيه ايثرنت 0 هو كده بيحاول ياخد اي بي دي اتش بي. ده معناه ان انا نسيت عندي هنا حاجه، لو حد فيكم فاكر دوت ميثود مانيوال عشان ما ياخدش اي بي خالص من الدي اتش بي. وبعد كده اعمل له اب هيشتغل معاك على طول. خلصنا هنا. ايوه تعالى نفس الكلام على نوت سي. ان ام سي ال اي كونكشن موديفاي ايثرنت 0 اي بي في 4 الميثود بتاعته مانيوال IPv4.address 192.168.188.2 حلو. ان ام سي ال اي كونكشن داون ايثرنت 0 وان ام سي ال اي كونكشن اب
ايثرنت زيرو. ممتاز. نفس الكلام اروح اعمله على نود دي، ان ام سي ال اي كونكشن موديفاي ايثرنت زيرو اي بي في 4 دوت ميثود. مانيوال اي بي في 4 دوت ادرس دي كانت 133 على 24 اي بي في 4 دوت جيت واي 192.168.188.2 ان ام سي ال اي كونكشن داون ايثرنت زيرو وان ام سي ال اي كونكشن اب ايثرنت زيرو. شكرا. خلاص كده تقريبا شبه خلاص. ها حد مش فاهم احنا عملنا ايه؟ حد مش فاهم احنا عملنا ايه؟ ها حد عنده سؤال؟ اي سؤال؟ حلو. بثبت الاي بي عشان ما احطش اي احتماليه ان الاي بي يتغير طول ما الكلاستر نود شغال. يعني من الاخر ما اعتمدش على الدي اتش سي بي مع كلاستر نود. حلو جدا، ده كلام زي الفل. تعالى بعد كده ايه؟ اي اف داون كده في اي ار، لا ان ام سي ال اي كونكشن داون في اي ار بي ار زيرو ان ام سي ال اي كونكشن اب في اي ار او فيرتشوال بريدج زيرو. وكان اسمها ايه؟ كان اسمها بي ار زيرو ان ام سي ال اي كونكشن اب بي ار زيرو. خلاص بينج 192.168.188.130 MCLI connection show كده. ها يلا يا سيد وانت بطيء. طيب حتى بعد ما ثبتنا الاي بي مش قادر يشتغل، وده اقدر اقول لكم 100% 100% ان دي مشكله مع الفي ام وير. خلاص معلش استحملوا التهيس اللي بيحصل، لان احنا شغالين فيرتشوال ان فيرتشوال مع في ام ورك ستيشن، فاستحملوها. خلاص مفيش مفر، ما نقدرش نعمل حاجه اكتر من كده بصراحه. خلاص فاستحملوا. خلاص هتضطر كل شويه تعمل تقعد تعمل ريستارت كل كام يوم كده، خصوصا لو عملت سليب للفيرتشوال ماشين. بص هقول لك الباج دي بتحصل امتى عشان تكون عارف او واخد بالك اللي بيحصل. خلاص هقول لك الباج دي بتحصل امتى. بص انت عندك ماشين شغاله هي ده الحاله بتاعتنا، عندي ورك ستيشن شغاله هي اللي هي الفيرتشوال ماشين دي نفسها، سيبك من التيرمينالز دي. عندك فيرتشوال ماشين شغاله وجواها معمول عليها بريدج، والبريدج ده مربوط بفيزيكال انترفيس كارد او فيرتشوال انترفيس كارد موجود جوه في ام وير اللي هو الانترفيس ده. خلاص لو عملت سليب للماشين دي وجيت تقومها مره تانية، البريدج اللي موجود جوه الفيرشوال ماشين دي هيهيس منك. خلاص دي حاجه انا لاحظتها في ام وير، ودي سوفت وير باج يعني ماليش علاقه بيها يعني.
فانا مضطر اسف ان انا اعمل ريستارت للماشين. دي مشكله مع في ام وير نفسها، او يعني ايه، يمكن اقول لك زي الكونفليكت كده بين في ام وير وبين كي في ام، خلاص مضطرين نتعايش معاها لان مفيش حل تاني قدامي. كنت ممكن اجيب سيرفر واشتغل عليه من الشغل وكلام من ده، بس انا عايز السيرفر يكون فيزيكالي تحت ايدي، فانا مضطر اعمل فيرتشوال ماشين واشتغل عليه. فمش هستار، مش هريستارت الفي امز بس، ده انا هريستارت الفي امز والهوست اللي عليه البريدج، الهوست اللي عليه البريدج، ايوه الماشين اللي عليها البريدج نفسها هي اللي فيها المشكله. البريدج بيضرب مع في ام وير لو انت مشغل نستد فيرتشواليزيشن وانت شغال، خلاص. طيب كلام جميل. عشان بس لو حد بيجرب في البيت ما حدش يتخض، انا قلت لك الحاله اللي بيحصل عندها الكلام ده. طيب بص، هتلاقي من الكوميديا كمان ان انت بتبنج الجيت واي، يعني المفروض تشوف الفي امز من غير اي مشاكل، لا مش هتقدر تشوفهم ومش هتقدر تتعامل معاهم، خلاص. فدي ملهاش حل، احنا ممكن نعمل ريبوت كده للماشين دي، او بلاش ريبوت الاول. الاول تعال لي هنا كده، فيرت مانجر افتحه، عندي نود شوت داون ماينس اتش ناو، خلصنا كده. خلصنا، تعال نعمل ريبوت بقى للماشين دي كده وننجز معاها. طيب حلو جدا، على ما الماشين دي، على ما الماشين دي تبدا تقوم، تعال اكلمك كده على الكلاستر واحنا شغالين، خلاص. مبدئيا لا لا لا، مش محتاج ويندوز ولا حاجه، مش للدرجه دي، هي المشكله مع الفي ام نفسها او الهوست اللي عليه الحاجات دي. طيب حد فيكم قبل كده، لو في حد عنده اي خلفيه قبل كده، حد اشتغل قبل كده على الكلاستر بتاع ريل 6؟ ها، حد كده عنده اي خلفيه عن الكلاسترنج بتاع ريل 6؟ اي حاجه، اي معلومات عنها؟ ايوه قول، ده احمد الجميل صح؟ ها HA بروكسي وكلاستر، حلو. لا انا بتكلم على الكلاسترنج، الريد هات كلاستر سويت بتاعه ريل 6، مش ال HA بروكسي سيرفيس. لا لا لا، لوسي. تقريبا انت مش عارف الا لوسي. بس بص، ريد هات كلاستر سويت كانت قايمه على حاجتين، على اثنين سيرفيس وانت شغال، واحده اسمها لوسي والثانيه اسمها ريكي، ار اي سي سي اي، خلاص مش تكونوا عارفينها. لوسي وريكي دول كانوا هم كل شغلك كله عليهم تقريبا، خلاص. لوسي ده كان عباره عن ويب انترفيس حلو جدا، وريكي دي كانت سيرفيس تبقى شغاله وانت شغال مع الكلاستر. طيب كنت بتمانج الكلاستر كله من جرافيكال انترفيس ظريف كده اللي هو بتاع لوسي دون وانت شغال. والكلاستر كوميونيكيشن كان بيتم عن طريق شويه سيرفيس وانت شغال، ماشي، زي الار جي مانجر مثلا والسي مان الكلاستر مانجر. طيب نسيبك من ار 6 بقى، انا حبيت بس اشوف لو حد فيكم عنده خلفيه ولا حاجه. تعال كده نبص على ريل 7، على ريل 7 طبعا المكنة قامت اهيا، ربنا يكرمها لسه بتقوم. تعال نسيبها كده مع نفسها ونايه، وتعال نبص على الكلاسترنج بتاعنا
كان في حد فيكم سأل من شوية ايه البي سي اس ده، ولما عملت انيبل للسيرفيس او ستارت للسيرفيس ده ايه وظيفته في الحياة بيعمل ايه؟ تعال اكلمك عليهم كده بالتفصيل وانت شغال. خلاص بص يا سيدي، بص يا ريس، احنا المره اللي فاتت عملنا انستول لايه؟ عملنا انستول لبي سي اس، وعملنا انستول لفينس ايجنتس داش اول، صح؟ انسى دي دلوقتي، عملنا انستول لبي سي اس دي. بي سي اس ده لما تعمل لها انستول او الكلاستر عندك هيتكون من اتنين سيرفيس رئيسيين. اول ما تعمل انستول لبي سي اس هتنستول لك السيرفيسز دي موجوده عندك، خلاص؟ السيرفيسز اللي موجوده مع الكلاستر في عندك اتنين رئيسيين موجودين، واحده اسمها بيس ميكر والتانيه اسمها كروسينج. بكل بساطه البيس ميكر ده بروجكت اتعمل عشان اللينكس كلاسترنج من حوالي بتاع 14 15 سنه كده مثلا ولا حاجه، فعليا بقى له اكتر من 15 سنه. البروجكت ده بقى يعني قوي جدا 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 في الفتره الاخيره، عشان كده ريد هات غيرت من لوسي وريكي والسي مان والار جي مانجر وكلام من ده، وتحولت للبيس ميكر دول من اول ريل 7، خلاص. فطبعا اللي اتعلم على ريل 6 على الكلاستر بتاعه لازم يغير كل اللي اتعلمه لما يجي يشتغل على ريل 7، ماشي؟ طيب كروسينج، بص ريل 6 لوحده، ريل 6 كان فيه جزئين من ريل 6، فيما قبل 6.5 حماده وما بعد 6.5 حماده تاني، يعني 6.6 موجود فيها الكلاسترنج القديم والجديد، وانت بتنستول بتحدد له انت عايز لما تيجي تشتغل كلاسترنج تشتغل مع بيس ميكر وكروسينج ولا تشتغل مع السي مان والار جي مانجر القديم، خلاص كده؟ انا بقول بس المعلومات دي عشان لو حد كان شغال مع ريل 6 قبل كده، او لو حد لسه عنده كلاسترنج ريل 6 يبقى عارف. فانت بتنستول ريل 6.6 وجاي تشغل الكلاستر لازم تقول له انت هتشتغل مع انهي كلاستر سويت، القديمه ولا الجديده، خلاص؟ ايوه ممكن تشغل بيس ميكر على ريل 6.6 وسبورت الريد هات نفسها، ماشي كده؟ طيب كلام جميل. ايه بقى البيس ميكر وايه الكروسينك ده؟ بص الكلاستر وهو شغال انت غيرت في الكونفيجريشن بتاع نود من نودز الاربعه اللي موجودين عندك، مش عندك اربع نودز، عندك نود واحد، نود اتنين، ونود تلاته، ونود اربعه، صح كده؟ النودز دي وهي شغاله لازم يكلموا بعض، ماشي؟ وهما بيكلموا بعض كده بيتعمل كده زي رينج صغير، النود دي تكلم النود دي، تروح دي مكلمه اللي جنبها، دي تكلم اللي جنبها، تروح دي مكلمه اللي جنبها، دي ترجع تكلم اول واحده، فاهم؟ بيتعمل رينج، ماشي؟ ماشي؟ طيب الكروسينك مسؤوله عن ايه؟ الكروسينك دي هي السيرفيس اللي مسؤوله عن الكلاستر كوميونيكيشن. يعني اي حاجه هتحصل مع الكلاستر، اي كلام هيتم بين النودز بتاعه الكلاستر هيتم عن طريق انهي سيرفيس؟ عن طريق كروسينك ده، واضحه؟ ماشي. طيب هي مش بتهندل الكلاستر كوميونيكيشن بس، هي كمان بتتحكم في الكورم. كان كيو يو او ار يو ام على ما افتكر، طيب ايه الكورم ده؟ ايه الكورم ده؟ الكورم ده هو عباره عن نظام فوتنج وانت شغال، خلاص؟
الفوتنج كل وظيفته في الدنيا عشان يقول لك الكلاستر ده هيلثي ولا لا، هل ممكن اشغل السيرفيس على ماشين او الريسورس على ماشين تانية في الكلاستر او على نود تانية في الكلاستر ولا لا، بس ده بكل بساطه. فاللي مسؤوله عن الكورم واللي مسؤوله عن الكلاستر كوميونيكيشن هي مين؟ هي الكرو سينك. خلاص كده وضح الحكايه دي ولا عايزه تاني؟ ها اللي عنده اي سؤال يوقفني، انا ماشي بالراحه خالص وعلى اقل من مهلي عشان ما حدش يقع مني. يبقى انت عندك اتنين نودز، واحده اسمها البيس ميكر والتانيه اسمها كرو سينك. كرو سينك دي وقلناها الكلاستر كوميونيكيشن ونظام الفوتنج اللي هو اللي اسمه كورم. خلاص هنيجي للكورم قدام يعني اليونت الثالثه ان شاء الله او الرابعه مثلا. طيب انسى بقى الكرو سينك ده وتعال نخش على البيس ميكر بقى. البيس ميكر دي بقى يا سيدي اللي هي الزتونه بقى كمان. البيس ميكر دي بتعمل لك اربع حاجات، واحد اتنين تلاته اربعه. البيس ميكر دي مسؤوله عن كل الكلاستر اكتيفيتي اللي بتحصل. خلاص زي المونيتورنج بتاع الكلاستر مثلا. مين اللي بيمونيتور النودز ستيتس؟ مين اللي بيمونيتور النودز ستيتس اللي موجوده عندك؟ البيس ميكر دي. خلاص كده هي مسؤوله كمان عن الفنسنج. لا يا معلم، في فرق بين النودز بتكلم بعض عشان يشوفوا هم اب ولا لا، وفي فرق بيمونيتور الستاتس. بيمونيتور الستاتس دي حاجه ديتيلد جدا. يعني ايه مونيتور الستاتس؟ يعني بيشوف هل الريسورس ده شغال على المكنه دي ولا لا. طب لو هل هو شغال، هل هو شغال مظبوط ولا في مشكله لازم انقله مع مكنه تانية؟ في فرق ان هو بيمونيتور الستاتس، في فرق ان هم بيتكلموا. لا يا معلم ثانيه واحده، الموضوع مختلف. انا ممكن اكون بتكلم معاك كده عادي جدا انا وانت بنتكلم مع بعض، لكن ان انقل السيرفيس او الريسورس من مكنه لمكنه ثانيه فكروسينك ملهاش دعوه، بيس ميكر اللي بتعمل الحكايه دي. خلاص في فرق بين ان انا مونيتور الريسورس وان انا اتحكم في الريسورس، في فرق بين ان انا بكومينيكيت معاك. انا بكومينيكيت انا بكلمك، هل انت اب؟ كل شويه بصوا على كل واحده بصوا على الثانيه، هيا يا حاج انت صاحي؟ تاني ردوا عليه ايوه انا صاحي. طب لو مكنه ما ردتش، مكنه فضلت ما تردش على الباقيين، هيعتبر ان هي بره الكلاستر ويقول لك خلاص مع السلامه. انما في فرق ان انا بشوف هل النودز دي موجوده، او اسف الريسورس ده موجود على النود دي ولا لا. ماشي كده؟ طيب حلو جدا. طيب هتعمل لي ايه بقى؟ احنا قلنا بتعمل اربع حاجات، تعال امسح ده كده، تعال اخدهم كده بالتفصيل الممل بقى، تعال نبص عليهم كده بالتفصيل الممل. الاربع حاجات دول اللي هم ايه بقى يا ريس؟ اول حاجه عندك حاجه اسمها السي اي بي. طبعا ده مش بنك سي اي بي، خلاص دي حاجه اسمها كلاستر انفورميشن بيز. كلاستر انفورميشن بيز، خلاص ايه فائده الكلاستر انفورميشن بيز دي؟ الكلاستر انفورميشن بيز دي عباره عن الستاتس بتاعه الكونفيجريشن بتاعه الكلاستر بشكل معموله في شكل كده اكس ام ال. خلاص كده. طيب بص انا هفترض معاك مثال، تعالى كده عشان افهم لك الموضوع ده. عندك كلاستر بيتكون من اربعه ماشينز. الكلاستر ماشينز دي بتتكلم عن طريق كروسينك مع بعض. حلو؟ بيتكلموا كلهم عن طريق الكروسينك، والكروسينك كل شويه تبص على النودز، هل انت اب يا ريس؟ انا اب. هل انت داون يا ريس؟ تاني لو داون يطلعهم من الكلاستر. بس خلي بالك في حاجه صغيره خالص، هو مين المسؤول؟ مين المسؤول؟ بص اي مكان في الدنيا، انت لو عندكم حاره، مش الحاره دي بيكون لها شيخ الحاره؟ لو انت موجود في قريه مش بيكون عندكم عمده؟ صح. لو انت موجود في مدينه بيكون عندكم مش عارف رئيس حي؟ صح ولا غلط؟ بيكون في كبير لليله دي، لازم بيكون في كبير لليله دي، صح. طب الكلاستر كده اي نود منهم هتكون الكبير بتاع الليله دي؟ بص اول ما بتقوم الكلاستر، اول ما بتعمل ستارت للكلاستر بيحصل كده زي نظام انتخابات، ماشي؟ اوتوماتيك نود من النودز دي بتعمل لها زي بروموشن كده، يتقال لها انت يا نود يا اللي اسمك اكس
انت الكلاستر مانجر بتاعي، خلاص كده، او بيسميه الكوردينيتور بتاع الكلاستر، انت الكلاستر كوردينيتور، ماشي؟ طيب كلام جميل، انت كوردينيتور، اه صح. طيب مين انت هتبقى مسؤول؟ ايوه انت رمانة الميزان، انت كبير الليله دي، انت مسؤول عن ايه بقى يا عم؟ الكلاستر كوردينيتور انت، او الديزيجنيتد كوردينيتور بتاع الكلاستر، انت مسؤول عن ان انت تسينك الكونفيجريشن بتاع الكلاستر اللي موجود ما بين النودز كلها، خلاص كده. بمعنى ان اي ابديت في الكلاستر كونفيجريشن هيتعمل له بوش لبقيه الكلاستر نودز من المكنه دي. تاني الحته دي اقولها تاني، تاني بمعنى انت كلاستر كوردينيتور او كلاستر ديزيجنيتد كوردينيتور، اي بوش للابديتس لاي كلاستر نود خاص بالكونفيجريشن هيتعمل له بوش من الديزيجنيتد كوردينيتور دول، ماشي؟ طيب ليه الحكايه دي بتتم، او ليه الموضوع ده بيتم؟ بص تخيل لو انت عندك كده قريه واحده، او بلاش قريه، شارع واحد في اتنين شيخ بلد، ولا في عندك عمده في القريه دي يا سيدي، ينفع قريه واحده لها عمدتين؟ لو ده طلع بقراره النهارده، التاني ممكن يطلع بقرار عكسه بكره، ده هيقول لك هنرصف الشارع ده النهارده، التاني يقول لك هنرصف الشارع ده بكره. ايوه المركب اللي قريب، مديرين بتغرق. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ماشيين اتنين ماشيين يغيروا في نفس الكونفجريشن في نفس الوقت، الدنيا هتبوظ. طيب سؤال بقى، سؤال بيطرح نفسه، لو الديزيجنيتد كوردينيتور ده نفسه وقع، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل انتخابات من اول وجديد، واي مكنه من الماشينز دي هيتعمل لها بروموشن تبقى هي الديزيجنيتد كوردينيتور الجديد. وضحت؟ اعتقد الموضوع سهل وبسيط، واضحة؟ يبقى لو مكنة وقعت اوتوماتيك هيتعمل انتخابات من اول وجديد، ويلا يا عم طلع لنا مين؟ طلع لنا زعيم كبير الليلة من اول وجديد يا ريس. ما ينفعش حاجة اسمها تساوي في الأصوات، مفيش الكلام دول، احنا مش في انتخابات محمد مرسي وأحمد شفيق، هيعيد الانتخابات مرة تانية. دايما نودز بتتعمل لها سيلكت وتبقى هي الديزيجنيتد كوردينيتور بتاع الكلاستر، خلاص. لا مفيش مجلس عسكري هنا يا معلم، والحمد لله. مش ناقصين خوازيق تانية ابو سريج ليك، ماشي؟ طيب حاجه شبه كده، الراجل بتاع سيسكو ده دي ار والبي دي ار، ايوه زي الديزيجنيتد كوردينيتور، وفي عندك الباك اب ديزيجنيتد كوردينيتور، ايوه سلام. الراجل ده دخلنا او اس بي اف، ايوه حاجه شبهها كده يعني. طيب كلام جميل، تعال امسح نعمل اريز للكلام ده. يبقى دي اول حاجه، اول حاجه مسؤوله الماوس مش هتيجي يشتغل لسبب مش عارف هو ايه يعني. طيب اشتغل اهو، يبقى ده اول حاجه عندنا، شاكرين. طيب الحاجه الثانيه بيعمل ايه؟ الحاجة التانية أو تاني رول بيعملها، هو بيعمل حاجة اسمها، أو هو بيشتغل كإيه؟ كبوليسي إنجن. بي إي، مش عارف ليه قلم مش راضي يشتغل. إيه بقى حوار البوليسي إنجن ده؟ ايه حوار البوليسي انجن؟ ها حد سمع عن البوليسي انجن؟ ها اي خلفيه؟ الراجل بتاع سيسكو راح فين؟ ها تعال انت بتاع سيسكو، انت امسكك انت بقى. هو انت اسمك ايه الاول؟ ابراهيم، حلو. ازيك يا ابراهيم؟ الدي ار والبي دي ار، الدي ار والبي دي ار، وهم بيبوشوا الابديتس، خلاص، وهم بيبوشوا الابديتس او بيبوشوا الراوتس. كان بيبوش الراوتس كده وخلاص، ولا كان ببعت معاها شويه معلومات تانية وبتحكم فيها زي المترك مثلا، صح؟ فاكر؟ كان بعت معاه شويه معلومات، الله يفتح عليك. بص يا سيدي،
البوليسي انجن بقى بكل بساطه وهو بيبعت اسف مع الكلاستر انفورميشن بيز. انا قلت لك كان بيعمل ايه؟ كان بيتحكم في مين النود اللي مسؤول عن الكلاستر، صح؟ اللي هي هتبوش الابديتس للكلاستر، صح؟ طب هو بيبوش الابديتس دي هيبوش كده اي معلومات والسلام، ولا هيبوش المعلومات دي ويعمل لها كنترول كمان؟ طيب البوليسي انجن هيفورس البوليسي بتاعته عشان يحدد ازاي هيوصل للنودز من الديزيجنيتد كوردينيتور، او ازاي النودز هتوصل لبعض، هيكلموا بعض ازاي، والتايم اوت بينهم قد ايه. فاكر لما كنت بروح في الاو اس بي اف اقول له يا او اس بي اف انت التايمر بتاعك على النود دي كان مش عارف كان اكس خليه لي واي، كنت بعدل فيها، صح؟ فالبوليس انجن هو المسؤول عن ان هو يحدد النودز بتكلم بعض ازاي والتايمر بينها قد ايه، كل الكلام ده هو اللي مسؤول عنه البوليسي انجن، خلاص؟ فالبوليسي انجن بيستخدم الكلاستر انفورميشن بيز وبعد كده يبدا يحط عليها بوليسز عشان يحدد النودز هتوصل وهتتكلم مع بعض ازاي وبأي طريقه، خلاص؟ ماشي كده؟ ماشي؟ طيب حلو جدا. طيب الحاجه الثالثه اللي بيعملها، الحاجه الثالثه اللهم صل على النبي، كانت البيس ميكر. البيس ميكر كان بيعمل لك، او الحاجه الثالثه معاه كان السي ار ام. سي ار ام ده اللي هو الكلاستر ريسورس مانجمنت. الكلاستر ريسورس مانجمنت، وايه موضوع الكلاستر ريسورس مانجمنت ده؟ الموضوع بسيط جدا. لما تيجي تريستارت سورس او ريسورس على الكلاستر نود، لما تيجي تريستارت او تستوب او تستارت، لما تيجي تعمل اي عمليه مع الريسورس نفسه، انت كان عندك ريسورس اسمه اباتشي وعايز تقول الاباتشي ده اشتغل يا اباتشي، خلاص؟ مين اللي هيبقى مسؤول على او ما يبقى مسؤول عن ان هو يستارت الريسورس ده او يعمل له ستوب او يعمل له ريستارت او يعمل له موف من ماشين لماشين تانية؟ اللي هيبقى مسؤول عنه الكلاستر ريسورس مانجر ده، خلاص؟ والكلاستر ريسورس مانجر ده في سيرفيس هتلاقيها اسمها سي ار ام دي او الكلاستر ريسورس مانجمنت ديمون، خلاص؟ السيرفيس دي كل وظيفتها ان هي تخلي الكلاستر نودز او تنقل السيرفيس من كلاستر نود لكلاستر نود تانية، او تشغلها على كلاستر نود، او توقفها، او تعمل لها ريستارت على الكلاستر نود دي، بس كده. طيب السي ار ام بقى وهو شغال، يعني كلاستر ريسورس مانجمنت ديمون دي شغاله مع الكلاستر كله ككل، امال انا عايز اوصل لك ايه؟ انا عايز اوصل لك ان الكلاستر ريسورس مانجمنت ديمون دي بتكلم ديمون على كل حاجه كده زي الار جي مانجر، ايوه، بتكلم ديمون على كل او بتكلم السيرفيس على كل ماشين، يعني بتكلم اللوكال ريسورس مانجمنت ديمون عشان تقول له ايه؟ افتح لي يا ريس الاباتشي، يا حاج وقف الاباتشي، يا ريس انقل الاباتشي، وقفه على المكنه دي وشغله على مكنه تانية، خلاص كده. يبقى انت في عندك السي ار ام الكلاستر ريسورس مانجمنت، وفي عندك اللوكال ريسورس مانجمنت. الكلاستر ريسورس مانجمنت دي شغاله ما بين الكلاستر نودز كلها مع بعض عشان تديها اوامر، يقول للنود نود ايه، يا نود ايه وقف الاباتشي، يا نود بي شغل الاباتشي. طب النود ايه والنود بي هيشغلوا الاباتشي ازاي؟ هيكون في ايجنت على كل ماشين او ايجنت على كل كلاينت يستقبل الامر دون من الكلاستر ريسورس مانجمنت اللي هو اسمه لوكال ريسورس مانجمنت ايجنت، الايجنت ده يستارتها او يعمل لها ستوب. من الاخر السي ار ام ده عامل كده زي زي مين؟ يديك مثال كده يوضح لك. مثال بسيط، بص اعتبر ان السي ار ام ده زي رئيس الجمهوريه، والال ار ام ده زي المحافظين. رئيس الجمهوريه بيدي امر للمحافظ، ده يا عم المحافظ افتح لي الطريق الفلاني في المحافظه بتاعتك، خلاص؟ ماشي؟ طيب كلام جميل. اخر حاجه
حاجة بقى خالص معانا، آخر حاجة خالص معانا اللي هي ستونث. إيه بقى الكلمة دي؟ ستونث دي اختصار لشوت ذا أذر نود إن ذا هيد. يعني إيه؟ يعني بقول لك كده بالبلدي طخه بس. عارف الكلمة دي؟ طخ الفلان أو طخ الراجل الفلاني بالصعيدي كده. هي دي الميكانيزم اللي انا عايزها. لو انت عندك كلاستر نود، عندك كلاستر نود والكلاستر نود دي بقت ان ريسبونسيف عندك، او الكلاستر نود دي فيها شرط مش بيتحقق ان هي مثلا مش قادره توصل للستورج خلاص، او الكلاستر نود دي مش عارفه تاخد الفيرتشوال اي بي مثلا، ما انت لو سبتها هتفضل ايه؟ هتفضل موقفه السيرفيس نفسها، يبقى انت كده ما فيش عندك كلاستر اساسا. فلو النود دي ما حققتلكش شرط معين، اوتوماتيك بيضربها بدماغها في الرصاص او بيضربها في دماغها بالرصاص، يخلص عليها يعمل لها فورس ريبوت وايه وينقل الريسورس على مكنه تانية. خلاص ماشي، اعتبر ان هو طخه او صفاها يعني، ضربها في دماغها بالرصاص يعني، بالاخر عمل فورس ريبوت ليها، كانك جيت على المكنه كده شديت الفيشه ورحت مرجعها مره تانية بس. وخلي بالك وهو بيعمل شوت ذا اذر نود ان ذا هيد، وهو بيعمل العمليه دي مش بيسالها كده والنبي يا حاجه اقفلي وبتاع وكلام من ده، ده بيديها بالجزمه على طول، ما بيستناش، ما بيفتكرش ان هو يستناها كده ان هي تقفل لوحدها، لان لو استنى ان هي تقفل ممكن يكون في داتا وبعمل لها سيف، هيحاول يكتب الفايل سيستم او يحاول ياكسس داتا هي اكسبل من مكان تاني، فايه اللي بيحصل؟ بيحصل فايل سيستم كوربشن والدنيا بتبوظ. فهو ما بيستناش الكلام ده خالص، ده هو بيطربق الدنيا على دماغها والموضوع انتهى، ريستارت فورس ريستارت، كانه شد الكابل وعدى كده وخلاص انتهى. خلاص كده، حد عنده اي مشكله؟ ها، عرفت ايه هو البيس ميكر؟ عرفت ايه هو الكروسينك؟ حد عنده اي مشكله في الاربع حاجات ولا في الاربع حاجات اللي قلتهم عن البيس ميكر؟ اللي عنده اي مشكله يقول. طبعا انا خدت فيها وقت عشان اوضح لك بس ايه البيس ميكر وبيعمل ايه وايه وظيفته ايه، صح؟ وبعد كده الكروسينك، والكروسينك ده هو ايه وبيعمل ايه وظيفته ايه. طيب كلام جميل. البيس ميكر ده معظم شغل الكلاستر، احنا لما سطبنا البي سي اس باكج، البي سي اس باكج دي مدياك سي ال اي انترفيس عشان تتحكم في كل حاجه من الامر اللي اسمه بي سي اس، بس كده امر واحد هيخليك تتشقلب وانت شغال، تعمل كل حاجه وانت شغال. خلاص، يبقى البي سي اس ده عباره عن ايه؟ التول اللي بتسمح لك تمانج الكلاستر. طب انت لما جيت تسطب الكلاستر ما قلتليش سطب لي كروسينك ليه ولا سطب لي بيس ميكر ليه؟ هو اوتوماتيك كديبندنسي، لما تيجي تنستول البي سي اس اوتوماتيك هيروح يعمل ديبندنسي ريزولوشن ويجيب لك الباكجز دي معاها وهي شغاله، فايه بتنجز نفسك وبتريح دماغك، بدل ما تقعد تقول له هات لي سيرفيس قول له هات لي بي سي اس، هيروح شادد كل الباكجز دي معاها ومسطبها ومريح دماغك. عرفت ليه المره اللي فاتت لما جيت سطب الكلاستر ما قلتليش سطب لي كروسينك لوحدها ولا سطب لي بيس ميكر لوحده؟ قلت له هات لي بي سي اس، وهو عاش حياته مع نفسه وظبط نفسه بحاله كده وايه وجاب كل الباكجز اللي هو محتاجها. خلاص، طيب لحد دلوقتي حد عنده اي مشكله؟ ها يا شباب، حد عنده اي حاجه؟ الوظائف الاربعه بيعملوا على اي نود من الكلاستر؟ الوظائف الاربعه بيعملوا على اي نود من الكلاستر ما عدا واحده بس بتبقى شغاله على واحد بس، او دور واحد بس اللي هو الكوردينيتور. الكوردينيتور بيكون شغال على مكنه واحده بس مش مع الاربعه في نفس الوقت، بتكون مكنه واحده بس هي الكوردينيتور، بس بقيه المكنه عارف ان هي الكوردينيتور. خلاص، سي اي بي اللي هو الكلاستر انفورميشن بيز، الكلاستر هو شغال لازم يكون في نسخه واحده بس من الكونفيجريشن بتاع الكلاستر، والنسخه الواحده دي بس او النسخه الوحيده اللي موجوده في مكنه واحده بس هي اللي بتبوش الابديتس بتاعتها لبقيه النودز بس. هو ده السي اي بي لا اكتر ولا اقل.
الكونفيجريشن بتاع الكلاستر اللي فيه نود واحده بس هي اللي بتتحكم فيه. النود دي اسمها الكوردينيتور خلاص. والسي اي بي ده عباره عن اكس ام ال ماشي كده. ها نرجع بقى نكمل موضوع الكلاستر بتاعنا. تعالى نرجع نكمل. افتح تيرمينال كده ونريح نفسنا. كلام زي الفل. السيو كده هنفتح النودز الموجودة عندنا. عندي نود A خليك فاكر المره اللي فاتت انا كنت محذرك تفتح الاربعه مع بعض عشان الجهاز هيموت معاك. لو طبعا لو عندك سيرفر شغل ان شاء الله تشغل 10 مع بعض يعني. يكون عندك سيرفر في عندك 2 بروسيسور وكل بروسيسور فيهم فيه مش عارف 10 كور ولا 12 كور وكل كور فيه مش عارف كام ثريد، فانت بتلاقي سيرفر عندك في الطبيعي عندك 24 كور مثلا. يعني عيش حياتك بقى يعني، برطع براحتك زي ما انت عايز. انما لو انت زي حالتي كده راجل غلبان معوش اللي هو جهاز واحد والجهاز ده بتاع 12 جيجا رام ولا حاجه على قدك كده صغير، فايه بالراحة يعني، ما ايه مش يعني ما تستهبلش يعني عشان الجهاز هيموت في ايدك وكلهم هيقفوا كده جنب بعض مش عارفين يعملوا اي حاجة، ونام جنبه بقى لحد ما ربنا يكرمك ويقوم. ادي نود التانية وادي نود التالتة. SSH node ان ام سي ال اي كونكشن شو ايثرنت زيرو. بينج طيب. المفروض اقول له كده ان ام سي ال اي كونكشن موديفاي ايثرنت زيرو كونكشن دوت اوتو كونكت بيس ان ام سي ال اي كونكشن داون ايثرنت زيرو وان ام سي ال اي كونكشن اب ايثرنت زيرو. ايه المشكله اللي حصلت؟ انا مش قادر اكون مش قادر اكونكت من الورك ستيشن لسبب صغير خالص، ان الكونكشن ما كانش بيستارت عند البوت تايم خلاص. يعني كل ما تعمل ريستارت للنتورك مانجر او ريستارت للماشين السيرفيس او اسف الكونكشن اللي اسمه ايثرنت زيرو ده مش هيشتغل معاك. فانا خليته يشتغل مع البوت ان ام سي ال اي كونكشن موديفاي ايثرنت زيرو كونكشن
دوت اوتو كونكت بيس، وبعد كده ان ام سي ال اي كونكشن اب ايثرنت زيرو نفس الحكايه. تعال نشغل دي كده. ان ام سي ال اي كونكشن موديفاي ايثرنت زيرو كونكشن دوت اوتو كونكت ان ام سي ال اي كونكشن اب ايثرنت زيرو. شكرا. اللي بعده SSH node A. ممتاز. SSH node B. الحمد لله. SSH node C. و SSH node D. شيء ممتاز جدا. انا كده عملت كونكتيفيتي مع الاربعة نودز اللي موجودين عندي في الكلاستر، ماشي كده. طيب نرجع بقى، يلا نبدأ نشتغل. ها حد عنده اي مشكلة؟ طيب حاضر، ثانية واحدة. طيب نكمل فيديو. اعتقد ان في مشكلة، في بج في ادوبي كونكت. يعني احنا رايحين ويندوز عشان ادوبي كونكت اساسا، ومضطرين نعمل كده عشان ادوبي كونكت، وفي الاخر في بج فيه. فتقريبا بعد مدة معينة السكرين شيرنج بيقف، فمضطرين كل شوية نس كونكت ونكونكت مرة تانية. معلش مش بايدي برضو والله العظيم. طيب الصوت كده واضح كمان؟ طيب كلام جميل. تعالى بقى كده نبدأ الكلاستر سيرفيس اللي موجود عندنا. هقول له لو انتوا فاكرين سيستم كنترول ريستارت بي سي اس دي وسيستم كنترول انيبل بي سي اس دي، نفس الكلام هعمله فين؟ على بقية النودز. System Control Restart BCSD System Control Enable BCSD يبقى انا عملت خطوه صغيره. الخطوه دي بتقول لي انا هستارت الكلاستر سيرفيس، او السيرفيس ده مسؤول ان الكلاستر يكون شغال، وكمان وهعمل هضمن ان كل ما اعمل ريبوت السيرفيس دي هتكون شغاله مع الاب تايم. لحد دلوقتي حد عنده مشكله؟ دي اول خطوه. الخطوه الثانيه عشان الكلاستر يشتغل، انا قلت لك من شويه هنا لو انت رجعت للوورد هنا، الكلاستر هو شغال البيس ميكر والكروسينج بيقعدوا كده يتشيك النودز ستيتس مع الكروسينج. لو في عندك نود هنا ونود تانيه وواحده تالته وفي عندك واحده رابعه، كلهم بيتشيك الستيتس بتوع بعض والدنيا تمام معاك ومفيش اي مشاكل، والبيس ميكر بيخليهم يقعدوا يكلموا وينقلوا، يكون في عندك كوردينيتور موجود هنا. ف
فاكرين السي اي بي ده بيقعدوا يكلموا بعض، والسي اي بي بوش الابديتس بتاع الكونفيجريشن من المكنه دي وللمكنه دي وللمكنه دي وهكذا، صح؟ طيب عشان الكوردينيتور ده يبدا يتكلم، عشان الكلاستر يتكلم، المكن يبدا يكلم بعضه والدنيا تشتغل تمام، الماشينز دي بتتكلم مع بعض عن طريق الاس اس اتش، خلاص؟ وعشان يبداوا يكلموا بعض ففي سبيشال يوزر. لما انت عملت انستول للباكج اللي اسمها بي سي اس دي، السبيشال يوزر ده اسمه اتش اي كلاستر. الاتش اي كلاستر ده اليوزر اللي هتستخدمه عشان تخلي الكلاستر نودز تكلم بعض. طيب عشان تبدا قبل ما تشغل الكلاستر لازم اول حاجه تعمل باسورد لليوزر ده، وبعد كده تخلي الماشينز كلها تشوف الاس اس اتش كيز بتوع بعض. تاني الماشين دي عايز اتكلم الماشين دي وتبعت لها الكونفيجريشن، هتكلمها عن طريق الاس اس اتش، وهتستخدم دامي يوزر اسمه اتش اي كلاستر عشان يسينك الكونفيجريشن ما بين المكنه دي والمكنه دي. طيب سؤال بقى، انا في عندك او في حاجه بس صغيره جدا اللي هي ايه، هل انت تعرف انهي نود هتبقى فيهم الديزجنيتد نود او الكوردينيتور نود؟ ها انت ما تعرفش، صح؟ ممكن تبقى ديزجنيتد نود دلوقتي النود A، وممكن بعد شويه تبقى النود B ولا النود C، صح؟ طبيعي. طيب معنى كده ان لازم تاوثنتيكيت النودز كلها لبعض، يعني كلهم يضمنوا بعض، مش واحده هتضمن الباقيين. خليك فاكر الحكايه دي، يعني مش هتقول له ان A هي اللي هتضمن الباقيين ولا ان B هي اللي هتضمن الباقيين. انت لما تعمل اوثنتيكيت كده كلهم كده مع بعض بيأوثنتيكيتوا بعض، يعني ايه؟ كلهم اي واحده فيهم، ايوه كلهم بيبقى معاهم الكيز بتوع الباقيين. يعني في الحاله دي لما انا اعمل اوثنتيكيت ليهم الاس اس اتش كيز بتاع بقيه النودز هتبقى موجوده على المكنه دي، والاس اس اتش كيز بتاع النودز دي ودي ودي هتروح عند المكنه دي وهكذا. وصلت؟ طيب حلو جدا، تعال بقى نعمل الكلام ده، اول حاجه انا عندك دامي يوزر اسمه اتش اي كلاستر، صح؟ تعال نعمل اليوزر ده اصلا موجود، يعني لو جيت تقول له كده ليس اي تي سي باسورد وجيت تعمل كده، بص كده عندك ايه الكاريت، بالله عليك بص كده، وده اسمه ايه اساسا؟ ده الكلاستر يوزر اساسا، خلاص؟ طيب كلام جميل، تعالى كده نعمل الكلام ده، هقول له كده باسورد اتش اي كلاستر، نفس الكلام هغير الباسورد على المكنه الثانيه، دخلت الباسورد غلط، ماشي زي الفل. يا اللهم صل على النبي، زي الفل كله تمام التمام، خلاص. ماشي شيء ممتاز، انا كده عملت ايه؟ غيرت الباسورد بتاعهم، فاضل لي ان انا الاس اس اتش كيز بتوعهم. عشان الاس اس اس اتش كيز ما تقعدش تتعب نفسك وتايه وتبهدل نفسك، في عندك امر بسيط جدا، انا قلت لك البي سي اس الكوماند لاين انترفيس بتاعها امر اسمه بي سي اس، هتستخدمه على طول في كل حاجه، صح؟ تعالى كده على اي نود من اللي موجودين عندك ايا كانت، قول له كده بس بي سي اس كلاستر اوث، هتعمل لي اوث لمين؟ الاول ثانيه واحده، الهوست نيم بتاع الماشينز دي كانت ايه؟ عندك نود A دوت مصطفى دوت كوم ونود B ونود C ونود D، حلو جدا. هقوله كده بي سي اس كلاستر اوث، انا عايز اعمل اوثنتيكيت من بين الماشينز دي كلها مع بعض للنود A دوت مصطفى دوت كوم ونود B دوت مصطفى دوت كوم ونود C دوت مصطفى دوت كوم ونود D دوت مصطفى دوت كوم.
قال لي اليوزر نيم، اليوزر نيم كان اسمه اتش اي كلاستر، والباسورد بتاعته اهي. اوب بص طلع كده ضربك على وشك وقال لك ايه يا عم ده، انا مش عارف اعمل اوثنتيكيت، انا مش عارف اعمل اوثنتيكيت. هتقول لي طب ما انا لسه من شويه، انا لسه من شويه عامل ايه، انا لسه مشغل السيرفيس. طب انت شغلت السيرفيس، هل الفاير وول هيسمح ان هي ان الكونكشن دي تعدي؟ لا، كده الماشينز مش قادرين يكومينيكيتوا مع بعض، بس لا اكتر ولا اقل. فانت محتاج خطوه زياده بس صغيره جدا، هتقول له كده على الماشينز واحده واحده ورا الثانيه. فاير وول داش سي ام دي داش داش اد سيرفيس هاي افيلابيليتي، وخليها لي كمان بيرمننت. نفس الحكايه على بقيه النودز، فاير وول داش سي ام دي داش داش اد سيرفيس هاي افيلابيليتي داش داش بيرمننت. ها واضحه الخطوه دي، واضحه الخطوه دي. لا السيليوكس مفيش فيها مشكله، مشكله في الفاير وول، السيليوكس مفيش فيها مشكله، مشكله في الفاير وول بس فقط. طيب تعال كده اجرب نفس الخطوه اللي لسه عاملها حالا وقالت لي لا مش هينفع. تعالى كده سلام، ايه رايك الأربعة كده؟ قال لي الأربعة بقوا أوثرايزد والإيه والدنيا بقت زي الفل. ها حد عنده أي مشكلة دلوقتي؟ يبقى كده الماشينز يقدروا يتكلموا مع بعض. مبدئياً كده خليتهم يقدروا يتكلموا مع بعض. ها حلو جداً. تعال نسيت أب الكلاستر بقى. تعال نسيت أب الكلاستر. ندي الكلاستر ده اسم إيه؟ تعال نديله كده اسم، حد يقترح اسم. ها حد يقترح اسم عشان اشغله بقيه الكورس معانا؟ بس حد يختار اسم كويس الله يكرمكم. ده اسم كويس؟ كلاستر ليب. طيب ماشي. يفضل يكون نفس الباسورد عشان ما تعملش الخطوه على اكتر من مره، والا هتضطر بعد كده لو هي نفس اليوزر نيم والباسورد هتعملها كلها في خطوه واحده. لو اليوزر نيم والباسورد مختلفين هتقعد تاثرايز النودز واحده ورا الثانيه، واحده 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 واحده، فالموضوع مش ناقص عذاب يعني. طيب تعالى كده، تعالى نعمل الكلاستر بتاعنا. انا كده النودز بتكلم بعض، ممكن اقول له كده بي سي اس كلاستر، هعمل له سيت اب. بص خلي بالك الدبل تاب، الدبل تاب شغاله معاك. الدبل تاب شغاله معاك، وعايز الكلاستر ده انا بعمل له سيت اب داش داش ستارت، وهعمل له ستارت كمان خلاص. لان انت لو عملت له سيت اب بس هيكريت الكلاستر ويخليه لك اوف. طب انا عايز اقول له سيت اب للكلاستر وشغله كمان داش داش ستارت، ماشي كده. والاسم بتاعه النيم بتاعه يا سيدي وليكن هسميه ماي كلاستر خلاص كده. والكلاستر بتاعي بيتكون من نود اي دوت مصطفى دوت كوم، ونود بي دوت مصطفى دوت كوم، ونود سي دوت مصطفى دوت كوم، ونود دي دوت مصطفى دوت كوم. ها ايه رايك؟ حد مش فاهم الامر ده؟ حد عنده اي مشكله في الامر ده؟ اللي عنده اي حاجه يقول لي.
عايز نعيد حته الاوثنتيكيشن تاني. انا قلت من شويه ان الكلاستر نودز دي بيكلموا بعض صح؟ عشان كلاستر نودز يتكلم بعض، مش بيكلموا بعض كده بس مجرد كلام، ده بيكلموا بعض وبيسينك الكونفيجريشن او بيسينك الاكس ام ال الكلاستر انفورميشن بيز. ومش كده وبس، ده بيمونيتور الستاتس بتاعه الكلاستر على كل ماشين صح؟ فبيحصل عمليات كتيره قوي في الباك جراوند. العمليات دي كده بتحصل كده عادي كده خالص ازاي يعني؟ بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق الاس اس اتش وانت شغال. وعشان تتم عن طريق الاس اس اتش لازم يكون في يوزر نيم وباسورد يشتغلوا بيهم. فعامل لك دامي يوزر نيم، الدامي يوزر نيم ده اسمه اتش اي كلاستر، يوزر عادي جدا ملوش اي صلاحيات، عشان بس يستخدمه عشان يتشيك ان هو او ان عشان هو يتشيك الكلاستر ستيتس، وعشان هو يسينك الكونف، وعشان يكلموا بعض عن طريقه بكل بساطه. ادي كل حكايه الاس اس اتش خلاص. بعد ما ايه، بعد ما اعمل باسورد بتاع اليوزر دون، كل اللي عليا هعمله هقول له ايه، هقول له سينك الماشينز دي مع بعض، يعني ابدا شير او وزع الكيز بتاع الماشينز دي مع بعض عشان يكلموا بعض لا اكتر ولا اقل. طيب اقول لك على حاجه كمان، هقول لك على حاجه، بص معايا كده. ال اس var lib crossing، اوبا بقى بص لي عندي كده، بيكريت عندك ملف الرينج اي دي او رينج اي دي كذا، وبعد كده الاي بي ادرس بتاع النود دي. الرينج اي دي دون هو عباره عن ملف باينري هتلاقي فيه الستاتس بتاعه الكروسينج وهو شغال. انا قلت لك الكروسينج لما بيشتغل او الكلاستر لما بيشتغل بيحصل كده رينج صغير، كل مكنه تبص على المكنه اللي جنبها، كل مكنه تبص على المكنه اللي جنبها، كل مكنه تبص على المكنه اللي جنبها، خلاص ماشي كده. طيب راحت فين يا سيدي؟ اقول لك استنى، احنا كده كده هنجيلها، احنا كده كده هنجيلها بدل ما توهكم مني دلوقتي. استنى عليا نصايه كده وهجيلها تاني لحد دلوقتي خلاص. ممكن تعمل اس اس اتش كوبي اي دي، لا مش هينفع تعمل اس اس اتش كوبي اي دي في الحكايه دي، لانه بيحفظ الملفات في مكان معين موجود عندك، مش بيستخدمها عشان يوزر يعمل لوجن وخلاص. ده بيستخدمها بيحطها في مكان معين، بيعمل لها زي تشينج روت انفايرمنت كده، فيها الكيز وفيها كل الملفات بتاعته. الحاجات دي خاصه بالكلاستر فقط لا غير خلاص. هي الخطوه دي نفس الفكره بتاعتها والله، بس اكتر ولا اقل. والاتش اي كلاستر نو لوجن يوزر، ما تخافش يعني، اكيد يعني مش هعملك اتش اي كلاستر عشان ياتاك السيرفر بتاعك منه يعني. عن الكي بتاع ايه، هو ده مختلف عن الكي بتاع ايه؟ انا مش عارف، الخط صغير جدا لدرجه ان انا اتحولت تقريبا. الفنسنج انا ما اتكلمتش عنه، ما تدخلش نفسك في حوارات احنا لسه ما اتكلمناش عنها، ما تقربش من الفنسنج خالص، مفيش اي فنسنج حصل ولا اتكلمت على اي نوع من الفنسنج ولا فنسنج كيز ولا اي حاجه من الكلام ده خالص خالص خالص. ما تدخلش نفسك في حوارات ملهاش اي لازمه دلوقتي. لما نيجي للفنسنج انا بقول لك اهو، الفنسنج مش هياخد معانا والله العظيم، الفنسنج اللي مخلي الناس تتجنن في دماغها دي، انا بقول لك اهو خدها مني كلمه، اما كنتش اخليك تقول الفنسنج ده اهيف حاجه ما بقاش انا مصطفى يعني. انا بتحدى على فكره، فين الفنسنج ده من اهيف الحاجات اللي موجوده، مش عارف معقد الناس في حياتها ليه، دي حاجه سهله جدا يعني خلاص. وهناخدها واحده واحده زي ما احنا شغالين بمزاجنا، ومفيش اي مشكله معانا خالص، محدش بيجري ورانا ماشي. فما تدخلش نفسك في حوارات ملهاش اي لازمه. طيب حلو، اللي انا عملته دلوقتي عملت كل الحكايه ان انا عملت اوثنتيكيت للكلاستر عشان الماشينز تتكلم بعض لا اكتر ولا اقل، لا جيت سيره الفنسنج ولا اي حاجه عنه. طيب تعالى بقى ايه نكمل. انا كده عملت الكلاستر وعملت له ستارت والدنيا عندي تمام. بص في عندك بس حاجه، انت عملت الكلاستر وقلت له اشتغل دلوقتي صح؟ طب ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ هتبقى ايه الخازوق اللي هيحصل معاك؟ ان لو كل النودز بتاعه الكلاستر دي وقفت وجيت شغلتها مره ثانيه، اللي هيحصل بكل بساطه الكلاستر هيقوم مره ثانيه، النودز هتقوم
الكلاستر مش هيرجع اب، الكلاستر نفسه مش هيرجع اب. طب انت ليه مش هيرجع اب؟ لان انت مش عامل اوتو انيبل ان الكلاستر ده يشتغل، انت عملت ان السيرفيس نفسها تكون اب، لكن هل عملت ان الكلاستر كريسورس نفسه ان هو يشتغل لما النودز تقوم؟ في فرق. هيجي واحد منكم يقول لي طب ما انت عملت بي سي اس كلاستر انيبل. يا باشا ده هي انيبل السيرفيس نفسها، السيرفيس نفسها، لكن الكلاستر نفسه، الكلاستر نفسه ان النودز دي تكون ممبر في الكلاستر وتشتغل تاوتو جوين الكلاستر بمعنى بساطه، ها او بكل بساطه. ان هي تاوبريت الكلاستر، الله يفتح عليك، ان النودز دي تكون ممبرز في الكلاستر. انا عايز اقول له يا عم الحاج بص، انا اخليك اوتو انيبل، كل ما الماشينز تقوم وتقف رجعها دخلها الكلاستر مره تانية، كل ما تقوم وتقف رجعها دخلها الكلاستر مره تانية. خلاص. حلو. هعملها ازاي؟ بسيطه جدا. بي سي اس كلاستر انيبل، عايز تنيبل الكلاستر على انهي نود منهم؟ ممكن تحدد له اسم النود نفسها كده، نود سي مثلا دوت مصطفى دوت كوم لو عايز تعملها باسم النود، او ممكن تعمل حاجه اظرف من الكلام ده كله كده، تقول له داش داش اول بس. خلاص انت كده ضمنت كل ما هتعمل ريستارت للنودز وتقومها مره تانية، ايه اللي هيحصل عندك؟ النودز دي هتاوتو جوين الكلاستر بس. تعال كده نوقف الشيرنج هنا. طيب نكمل اهو. ده كل اللي عملته كده. بي سي اس كلاستر انيبل معناه ان الماشينز دي لو وقفت وقامت مره تانية هتعمل اوتو جوين الكلاستر اوتوماتيك لوحدها. خلاص، بدل ما تروح بعد على كل نود لوحدها تقول لها لو سمحتي ادخلي الكلاستر. لا، مش شيك كونفج للكلاستر نفسه. مفيش حاجه اسمها شيك كونفج للكلاستر نفسه. انت اصلا عملت بي سي اس، او اسف سيستم كنترول بي سي اس انيبل. انت هتوقف انت هتشغل السيرفيس نفسها لما المكنه تقوم، بس انت شغل السيرفيس بس الماشين دي مش هتجون الكلاستر. خلاص، هتبقى قادره ان هي تجون في اي وقت، بس فعليا مش تبقى عامله جوين. خلاص، يبقى اخر كوماند هيضمن لك ان الماشينز كل مره تقف المكنه وترجع تشتغل مره تانية، الماشينز دي هتجوين الكلاستر مره تانية بس. ماشي. طيب كلام جميل، نكمل كده بسرعه. لو انت جيت قلت له كده بقى، تعال كده نبص على الكلاستر ستيتس بقى، الموضوع بسيط جدا. كنت اقول له كده بي سي اس كلاستر ستيتس، وريني بقى يا عم حاله الكلاستر بتاعك ده ايه. بص لي كده عندي، ها ايه رايك البي سي اس دي ستيتس؟ بص كلهم اونلاين، وبص عندك كده اربعه نودز كونفيجرد، بس مفيش اي ريسورسز لسه كونفيجرد، لسه الدنيا صحرا ملط. خلاص، ماشي. بص لي عندك كده بقى، بص لي عندك كده في حته هنا حلوه قوي عجباني. الله عليك يا ريس، الله عليك. كارنت دي سي، عارف كارنت دي سي اللي هو مين؟ وبيقول لك كارنت دي سي نود بي دوت مصطفى دوت كوم. ايه عارف ايه الكارنت دي سي ده؟ الكارنت ديزيجنيتد كوردينيتور. مين الديزيجنيتد كوردينيتور بتاعي دلوقتي؟ انهي واحده؟ نود بي دي. شفت الكلام بقى؟ شفت الكلام؟ مين الكبير بتاعي اللي لدي؟ نود بي. هو اخترعها بشكل عشوائي وربنا ما ليه دعوه، ده هو بيعمل الكشنز كده ماليش دعوه بيها، ولا انت ليك دعوه بيها اساسا. خلاص؟ اعمل لها ريبوت هتتغير. تعالى كده على نود بي نعمل لها ريبوت وشوف مين اللي هيحصل. بص الكرنت دي سي بقى مين دلوقتي؟ اوب، حل عليه وزنقه. مين ده يا ريس؟ بقى نود سي. شفت الكلام بقى؟ ها
طب بص لي عندك كده نوت بي ايه اللي حصل لها لما عملت لها ريبوت بقت اوف لاين. طب بص عندي كده لسه ما قامتش. يا اهي قامت اهي مره تانية. بص لو جيت رجعت لها بقى كده بقت اونلاين تاني. بس بص مين اللي لسه الكرنت ديزيجنيتد كوردينيتور؟ هي يا معلمي ايه رايك؟ وضحت؟ وضحت؟ تغير ايه وهي لسه اب؟ تغير ديزيجنيتد كوردينيتور؟ لا ما اعرفش تغيرها ازاي دي بصراحه. ما اعرفش والله. دور بقى في الدوكيومنتيشن وعيش حياتك. ربنا يديك الصحة بقى. أنت كده واحد فاضي بتستغني نفسك يعني. هتستفيد إيه طيب لما تغيرها معلش؟ إديني سبب واحد أو حاجة واحدة هتستفيدها لما تغيرها. بتحب الوسط نيم بتاعها؟ طب خلاص روح دور بقى في الكونفجريشن أو روح دور في الدوكيومنتيشن بقى كده وعيش حياتك بقى. غير بحب يا عم براحتك. خلاص؟ ما انا قلت لك اعمل ريبوت المكنه اوتوماتيك اتغير لوحده. انت ماسك في حته هايفه قوي يعني. يعني عامل زي واحد يعني راح يقول لابوه يعني علمني الهيافه يعني. ايه يا عم ده انتوا حاجه غريبه قوي بصراحه. طيب كلام جميل. لحد دلوقتي حد عنده اي مشكله؟ طيب لو عايز تجيب اكستندد ستيتس عن الكلاستر ممكن تجيب كده اقول له بي سي اس ستيتس بس كده. هيجيب لك بقى شويه كلام كمان اكتر من الاول. خلاص بص لي عندي كده. وخصوصا ده هيبان قوي كمان. هيبان قوي 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 لما تديفاين ريسورسز. لما تحب تشوف بس حاله الريسورسز اب ولا داون والدنيا تمام بس كده بي سي اس كلاستر ستيتس على طول هيجيب لك المعلومات على السريع. انما لو عايز تجيب المعلومات بشكل اكستندد كمان قول له بي سي اس ستيتس اهو هيجيب لك بقى بالتفصيل الممل لاست ابديت امتى ولاست تشينج امتى والستيتس او الستاك بتاعك كروسينج والكرنت دي سي هو مين والاونلاين فيهم بالاسماء بتاعتهم. لو عندك ريسورسز هتلاقي ريسورسز كمان ليستد هنا بالديتيلز بتاعتها بكل حاجه عنها. الستيتس بتاع الديمونز نفسها هتلاقيها موجوده هنا هي ماشي كده. ها حد عنده اي مشكله؟ حد عنده اي مشكله يا شباب؟ الكومنتس دي على اي نود؟ مفيش اي مشكله خالص على اي نود. بس تاخد في اعتبارك ان انت هتغير ال HA كلاستر يوزر باسورد على كل الماشينز مش على نود واحده بس. انت هتغير الباسورد بتاع ال HA كلاستر يوزر على كل الماشينز. خلاص ماشي. طيب حاجه بس صغيره عايز اقول لك عليها. حاجه صغيره عايز اقول لك عليها ان انت اول ما شغلت البي سي اس اول ما شغلت البي سي اس ايه اللي حصل؟ لو جيت اقول له كده نت ستاب داش ان تي ال بي بص لي عندك كده ايه 2224 دول. بص اول ما هتيجي تشغل البي سي اس او البيس ميكر سيرفيس. انت عارف اصلا كلمة بيس ميكر يعني ايه بالانجليزي؟ عارف بيس ميكر اللي هو ايه؟ لا مش صانع السلام. هو مش بيس ميكر هو بيس ميكر. في فرق بين بيس وبيس. خلاص بيس ميكر او بيس ميكر بالبي. لا مش صانع الحلوى ده منظم ضربات القلب اللي هو المنظم بتاع الكلاستر كوميونيكيشن بس. طيب بص البيس ميكر بقى او البيس ميكر اول ما هتشغله عندك هيفتح لك بورد اسمه 2224.
ايه 3 2 4 دوت. البورد ده يا سيدي هو بيعمل لك كده روبي انترفيس كويس جدا، عباره عن ويب مانجمنت انترفيس جميل قوي، شكله ابن ناس، بيسمح لك ان انت تمانج الكلاستر كله منه. الاول على ريد هات 6 كنت بتسطب انترفيس منفصل عن بقيه الكلاستر اسمه لوسي وتروح تمانج الكلاستر منه، لكن في ريد هات 7 على كل النودز اوتوماتيك بيشغل السيرفيس دي. هو عباره عن ويب سيرفر اهبل كده صغير، الويب سيرفر ده ممكن عن طريق اي نود من نودز تمانج الكلاستر بتاعك. خلاص كده؟ طب تعال نجرب الكلام ده، تعال نجرب الكلام ده. تعال نروح هنا ابلكيشنز فايرفوكس، بعد كده اقول له اروح ل https node a.mustafa.com نقطتين 3 2 4 3 2 4. بص ايه اللي حصل عندك، طلع عندك قال لك الكونكشن ده انترستد، هتعمل بس اي اندرستاند ذا ريسكس، اد اكسبشن، كونفيرم سكيورتي اكسبشن، وهيفتح لك انترفيس جميل اهو، ربنا يديك الصحه بقى وتتعامل معاه. هيديك يوزر نيم وباسورد، تبدا تعمل لوجن، اللي هو هتعمل لوجن باسم الاتش اي كلاستر، اتش اي كلاستر والباسورد بتاعتك. اول ما هتفتحه ها واضح الحته دي، اول ما تفتحها هتلاقي الدنيا صحرا ملط، مفيش اي حاجه خالص. ايه ده يا عم، او انت مش عمال تقول لي من الصبح انا عامل كلاستر وعمال تقول لي بي سي اس ستيتس وجايب لك كلاستر وظهره لك اهون صح؟ وعارف اهلنا من الصبح عملنا كلاستر عملنا كلاستر صح؟ طب الكلاستر ده مش ظاهر ليه يا سيد؟ الكلاستر ده مش ظاهر ليه؟ هقول لك، بس هقول له انت لو عايز تعمل واحد جديد قول له كرييت نيو، بس انت بتاد اكزيستنج، هيقول لك بس اديني اسم مكنه من المكن اللي على الكلاستر وانا هروح الم لك كل معلوماتهم واريحك. خلاص النود بتاعك او النود نيم عندك نود اي او نود بي، نود اي دوت مصطفى دوت كوم، بس اديله بس اسم اي نود واقول له اد اكزيستنج. بص ايه اللي حصل، ضافه لك اهو النود اي ديا كانت ممبر في انهي كلاستر؟ ماي كلاستر. شفت الدلع والحلاوه. طب الكلاستر ده مين الماشينز اللي موجودين فيه؟ الاربعه دول A و B و C و D. طب افتح لي كده اي واحده منهم، او اقف على الكلاستر نفسه وافتحه كده. بص ايه اللي حصل، جاب لك المكنه الاولانيه نود A وادي الستاتس بتاعتها، هي البيس ميكر شغال، الكروسينك شغال، والبي سي اس ديمون شغاله، كل حاجه شغاله عندك اهي. عندك النود B نفس الحكايه، النود سي نفس الحدوته، النود دي برضو مفيش فيها اي مشكله خالص. ها واضحه؟ ايوه هيعرفها لوحده، مش المفروض، هو فعلا هيعرفها لوحده. ماشي كده؟ واضحه الحكايه دي؟ حد عنده اي مشكله في اللي انا قلته؟ ايوه ما هو ده الطبيعي. ايوه ما هو ده الطبيعي، اكيد مش بيجس يعني. لازم تضيف النود من النودز بتاعت الكلاستر وهيجيب لك المعلومات بتاعته، او تكريت نيو كلاستر من البدايه بقى. ايوه الله يفتح عليك، عشان ممكن من نفس الانترفيس ده تمانج كلاسترز ثانيه. خلاص طيب كلام جميل، حد عنده اي مشكله كده؟ طيب كلام جميل. نوقف الفيديو كده، احنا كده تقريبا اعتقد ان كده نكمل النهارده ولا خلاص كده كفايه؟ والله العظيم اترفع موجود على النت،
وربنا مرفوع. هحط اللينك للناس كمان شوية حالا. مرفوع على اليوتيوب والله. طيب ماشي، كفاية كده، هوقف الفيديو حالا. المرة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن الفينسينج وهنتكلم عن الكورة الاتنين مع بعض. خلاص، من أول المرة الجاية تقريبا الموضوع كله تقريبا شبه عملي، بس مفيش نظري خالص، والدنيا هتظبط أكتر من كده شوية. أنا عارف إن النظري شوية بقى أغلس، أنا عارف كده يعني النظري بقى أغلس شوية، بس بعد كده تلاقي الموضوع كله قلب عملي. ماشي. الأوت لاين أنا شغال منه ريد هات دوكيومنتيشن. ممكن تخش على ريد هات سلاش دوكس وتنزل الدوكيومنتيشن منها، او تخش على كلاستر لابس وهتلاقي نفس الكلام اللي انا بقوله في ملف بي دي اف كده مشروع على سنتوس بالظبط بالملي. ما بجيبش حاجه من عندي والله، اكيد مش بجيب الكلام ده من عندنا من البيت يعني. خلاص. طيب ماشي، هوقف الفيديو وان شاء الله ايه نكمل المره الجايه.